تعد الحرف والصناعات التقليدية جزءاً مهماً من الثقافة المادية في التراث الشعبي الإماراتي، وتأتي أهميتها كونها لصيقة بكل ما له علاقة بأوجه حياتنا المتعددة على مر العصور. من هنا تمكنت المرأة الإماراتية من ممارسة الكثير من النشاطات المنزلية وصناعة العديد من المشغولات اليدوية، ومنها صناعة البرقع الذي يعد من الحرف اليدوية التقليدية المصنوع من قطعة قماش تعرف بالشيل، وهو نسيج متين تتوافر منه ثلاثة ألوان: الأحمر الأغلى ثمناً والأصفر والأخضر، وغالباً ما يكون مستورداً من الهند، ويختلف أشكاله حسب قصته التي لها دلالة على القبيلة أو المنطقة. البرقع هوية واحتشام وزينة للمرأة الإماراتية حافظ على مكانته على الرغم من التطور والحداثة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة الجوانب.